Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan qiyamul lail berjamaah 8 rakaat. Setiap 2 rakaat kita akan lengkapi dengan zikir bersama. Mudah-mudahan qiyamul lail kita pada malam ke-27 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب فاتقوا النار
الحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولا تحمل علينا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
سميع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما بالمعروف
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدنا علما نافعا ووافقنا صالحا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا
ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا وقرابتي لنا في ديننا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما رحمهما كما رب
كاني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
صاروا في عامين وفي صاروا في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلهي لا أستولي الفردوس أهلا ولا فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.